Sama wa
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم سلمنا من بلاء الدنيا وعنا بالآخرة وفتنة بهما إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillah.